يا نهار ابيض، انا اتاخرت على ماما قوي، قالت لي العبي نص ساعه بس مع صاحبتك وانا اتاخرت. انا باخد السكه دي كلها جري عشان ماما تخليني العب مع صاحبتي على طول. ايه يا بنتي، انا تحت البيت لسه هتحرك بالعربيه حالا اهو، مش هتاخر عليكي والله. يا مدام. ايه يا حبيبتي؟ امسحلك العربيه. لا شكرا شكرا يا حبيبتي، شكرا. امسحلك والله يا مدام، مفيش مشكله. حبيبتي شكرا يا حبيبتي شكرا. يا مدام امسحلك يا مدام العربيه. يا بنتي ما قلت لك خلاص بقى بتكلم في التليفون. في يا مدام؟ الله، ما انت ربنا كرمك بعربيه يا بنتي. خلاص بقى امشي. ايه يعني لما ترضيني وتديني 5 جنيه؟ ده انت رخمه قوي. انزل لك مش هتفرق معاكي يعني. ايه يا بنتي، دي واحدة رخمة باللي بيمسحوا العربيات. خلاص انا هتحرك واجيلك على طول اهو. حرامية حرامية يا حرامية، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شنطتي يا نهار ابيض. يا حرامية يا حرامية حرامية. فين فين؟ انا يا محمود، البنت سرقت الشنطة بتاعتي يا عم محمود، فيها اوراق مهمة وعقد شقة جديد و30000 جنيه بسرعة يا عم محمود. خليك واقف هنا، انا هجيبها لك. ما تقلقيش بسرعة يا عم محمود، ما تقلقيش والله. ماشي. يا نهار ابيض، يا رب سلم، يا رب يا رب سلم، بس الاوراق اهم حاجه والفلوس. يا رب سلم يا رب سلم يا رب سلم. الحمد لله انا كده خلعت منهم. انا بقى هاخد الشنطه واروح اوديها على المخزن. مش هينفع النهارده والله، الساعة بقت واحدة. بكرة معاك في أي وقت. خلاص تمام، سلام. إيه يا محمد، هو أنت مش نازل النهارده؟ لا لا مش هنزل النهارده، هقعد مع أمنية. أخيرا هتقعد معانا. هي فين أمنية طيب؟ أمنية راحت تلعب مع صاحبتها، بس صدق قالت لي نص ساعة ومش هغيب. هي اتأخرت أوي؟ طب ثواني أكلم صاحبتها هند وأسألها. ماشي. أنا هاخد النهارده إجازة عشان أقعد معاها. ألو؟ ايوه يا هند، حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. فين امنيه؟ نزلت؟ لسه نازله دلوقتي؟ طيب ماشي هند يا حبيبتي، مع السلامه. هتلاقيها جايه دلوقتي. قالت خلاص نزلت. تمام. دي هتفرح قوي امنيه. انا النهارده قاعد عشانها. يا رب يا رب اوراقي كلها وحاجتي، يا رب يا رب اوراقي كلها. الو، ايه يا بنتي؟ دي بنت مفعوصه كده من اللي بيمسحوا العربيات، سرقت شنطتي وفيها عقد الشقه الجديد وفيها اوراق مهمه جدا وكمان فلوس 30000 جنيه. انا مش عارفه اعمل ايه يا عم محمود، بتاع الامن طلع يجري وراها. يا رب يا رب يستر، اهم حاجه الاوراق والفلوس بس. انا مش عارفه والله يا بنتي، انا بكلمك سرحت في التليفون. يا رب سلم. ماشي هطمنك هطمنك. سلام. يا رب سلم، يا رب يا رب استر يا رب. يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. صباح الخير. اوه يا دي عم احمد ياض، صباحك فل يا دي عم احمد ياض. احبك كده يا عم احمد وانت قايم رايق رايق ده. ماشي ماشي يا أمنية. معلش يا ماما، الوقت جرى بيا وما حسيتش بالوقت. طب اقول لك على حاجه بقى يا أمنية، بعد كده لما تطلبي مني تروحي عند صاحبتك مش هوديكي تاني ابدا. خلاص بقى يا ماما. ايه ده، الله، بابا هنا؟ ايوه بابا هنا يا أمنية. حبيبه قلبي. ايه يا حبيبي، تاخرتش عليا ليه كده؟ معلش يا بابا، انا ما كنتش اعرف ان انت هنا. لو اعرف ان انت هنا ما رحتش الشغل كان زمان يا بابا رحت العب مع صاحبتي اساسا. انا مستنيكي عشان العب معاكي. يعني انت يا فندم دلوقتي ما رحتش الشغل ليه؟ عشان خاطرك انت، عشان بنتك حبيبتك، عشان بحبك. ايوه يا بابا، يلا. انت بابا حبيبي. بص بقى يا بابا، انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا حبيبتي؟ النهارده هتوديني فين؟ الملاهي. ايوه. وبعد كده اكلني ماكدونالدز يا بابا. وايه كمان؟ وهتديني بص. Thank you.
اي حاجه نفسك فيها هعملها لك النهارده. ربنا يخليك ليا يا بابا. ويخليك ليا. انت عارفه بقى يا امنيه ان بابا قاعد النهارده من الشغل عشانك انت بس. بس على فكره يا ماما اروح انا الملاهي انا وبابا بس وانت لا. انا لا انا عندي كام امنيه. هي واحده بس. طب انا واحده بس انا كمان. لا امنيه بس. خلاص انا زعلانه منك قوي امنيه بصراحه. انا زعلانه منك. طب اقول لك على حاجه بقى. كنت هوديك لصاحبتك بس مش هوديك لصاحبتك تاني. خلاص انا بحبك قوي. لا لا ده انا كده مش هوديك الملاهي. خد ماما معانا. خد ماما معانا. ماما غلبانه. ماما ايه غلبانه. ماما حلوه يا بابا. زي بعض وهناخدوكي معانا. بتعطفوا عليا يعني ولا ايه؟ الو يا مدام آية. ايه يا عم محمود طمني. لقيتها مستخبيه فين؟ انت عرفت يعني المكان؟ شارع 9. طيب طيب انا جايه لك على طول. ما تتصرفش ما تعملش اي حاجه انا جايه لك. خلاص يا عم محمود ماشي ماشي سلام. جمل والنبي حبيبتي معلش يا مدام. فين عمارة الجمل؟ عمارة الجمل على الناصية هناك اهي. على الناصية اللي جاية دي؟ اه على الناصية اللي هناك اهي. طب ماشي شكرا يا حبيبتي. طب شكرا. طب استني يا مدام رضيني. يا حبيبتي والنبي مش ناقصاك دلوقتي بس. ايوه يا عم محمود انا هو قدام العمارة. اطلع الدور التاني؟ طيب انت واقف لي يعني هستلم؟ طيب ماشي يا عم محمود ماشي. طب سلام سلام. انت مدام. ايوه ايوه إيه. انا طالعه فوق. هي وكاله من غير بواب ولا ايه؟ ثواني بس انا طالعه فوق عند عم محمود بتاع الامن. محمود بتاع الامن؟ ايوه ايوه في بنت سرقت الشنطه بتاعتي. بس استني بس محمود بتاع الامن مين؟ انا هنا الامن والبواب وكل حاجه. انت مش فاهم يا عم. انت عايزين تمشوني وتجيبوا امن ولا ايه؟ لا هو انا ماشيك وانا اعرفك اصلا. عم محمود بتاع الامن ده بتاع الفيلا بتاعتي انا. في بنت سرقت الشنطه بتاعتي من العربيه وطلعت تجري وهنا مستخبيه فوق في الدور الثاني وعم محمود واقف لها على باب على باب الشقه. طلعت عندنا انا. ايوه طلعت عندكم. وعم محمود طلع عندنا. ايوه. كيف يعني وانا قاعد من الصبح؟ هو انا مالي دلوقتي مش شغلتي دلوقتي ان انا اقول لك هو طالع ازاي؟ دلوقتي انا عايز الحق البنت بالله عليك. الشنطه فيها اوراق مهمه وفلوس بالله عليك. انا معاك يا ست. ماشي طب يلا. ولو طلعت حراميه بجد لعلقها لك هنا. طيب ماشي والنبي يلا والنبي. اتفضلي. عم محمود هو ده عم محمود اهو. انت راجل انت. ايوه. انت مش تستاذن مني وانت طالع؟ انت ايه جايب مخك انت؟ مش مخدتش بالي منك وانت قاعد. انا كنت طالع اجري. خلي انا طول عمري ما بحبش بتوع الامن دول. خلي بالك يا عم محمود. شايفين مشكلتنا احنا زملاء يعني. يا عم محمود هو وقت زملاء ومش زملاء دلوقتي. فين البنت؟ البنت موجوده. ثواني يا ست الكل. طيب افهمي بس يتعاون معانا لازم برضه يتعاون معانا. لا انا زعلان. لا ما تزعلش. والله زعلان. والله اجي لك نخلصوا المشكله دي. لا والله زعلان. يا عم افهمني نخلص المشكله دي واجي لك وارضوك يا عم. تديك انت تطلع عمار عندك يعني؟ عارف ابو ايمن؟ عارف ابو ايمن اللي ماسك عندكم هنا اول الشارع؟ ايوه ابو ايمن حبيبي. ده حبيبي انا كمان. اه والله انا قرايبي. عارفها الله يخليك. عم محمود. لا يا عم القعده دي عايزه على السلامه مش دلوقتي. على السلامه. وقت البنت انا جايبكم واقف فضل تاجر. البنت ماسكه الشنطه بتاعت حضرتك. ايوه. وطلعت تاجر. بنتك دخلت هنا في الشقه دي. شقه رقم 5. ايوه. بتاعت الباشمهندس محمد. ايوه بنت دي حراميه والله ما اعرفها. عرفت انا بقى. ايه اللي حصل؟ البنت بنت خدامه. لا والله انا خلي بالك انا قلت للباشمهندس محمد انا مش مرتاح للخدامه دي وبديها. لا والله العظيم. ماشي صبيه ده اهو. ايوه بنت شعرها منكوش كده. ايوه ايوه هي مش مرتاح لها انا. ما هي حراميه مشغلينها عندهم ليه بس؟ تعالى انا على الاقل. قال لي طيبه وانت بس انت لا خلي بالك. اقول لك ايه؟ انت وايمن ما تتكلم معايا. العماره بتاعته انا اللي خبط على بابها كده. احنا بقينا واحد. اي حد يخبط مش هتفرق والله. المهم تخبطوا بس. باذن الله حاجتي ترجع لك بالسلامه والتظيف. طب اتفضل خبط. ايوه من عليك. عشان كده اللي بيحصل كده الدكاتره عندنا ده اهو. دكتور عندنا سالي اهو سليم. اه والله اه والله. انا اللي هخبط. خبط اتفضل. يا باشمهندس محمد الخدامه طلعت حراميه وبديها. كلامي طلع صح يا باشمهندس؟ مين؟
ايه يا عم احمد، في حاجه ولا ايه؟ في حالك يا باشمهندس. سيبها، ما تحدش يفتح فمه خالص. كلامي طلع صحيح، بنت الخدامه اللي عندك طلعت حراميه، وكلامي طلع صح 100%. بنت الخدامه؟ ايوه. ما تتكلمش مع الباشمهندس. سيبيه يتكلم، هنبح على الشنطه. بقول لك ايه يا عم، احنا عاوزين الشنطه ونمشي. ايوه ثواني بس، وانا مش هسكت، خلي بالك. ولا انا هسكت. صوتك ايه بس؟ اهدى، هي اخدة يومين اجازه يا عم احمد. مين دي؟ الخدامه وبنتها. انت متاكد يا راجل؟ انت بتاع بعدين كده استا، انت متاكد؟ تعال هنا اقرب هنا كلمني. ايوه بس صغيره لسه داخله دلوقتي الشقه من شويه. ايه يا بابا؟ ايه البت الحراميه هي؟ في ايه يا محمد؟ في ايه؟ حراميه يا راجل يا متخلف. في ايه؟ في ايه يا محمد؟ بنت حراميه. ما عندكش دم. ثواني بس، البت دي والله ما لهاش دم. ثواني ثواني، مين الحراميه؟ ثواني حراميه، انت بتقول ايه؟ البت دي من شويه كانت ماسكه شنطه. انت بتقول على بنت انا حراميه؟ لا يا باشمهندس، ما تقصدش. ثواني، كانت ماسكه شنطه وغيرت وراها في الشقه. هي دي يا عم محمود، استنى، ما انا بقول ثواني ثواني. مش دي البنت اللي سرقت مني الشنطه؟ التانيه كده قصيره ورفيعه. مش هي دي؟ لا مش دي. انا غيرت ورا البنت دي. مش دي يا عم محمود، ومشيني وراكم تجريني. سيبهولي. ثواني 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 بس، ثواني يا ماما. انا مش فاهمه حاجه، يعني حراميه في ايه؟ والله يا امنيه، ولا انا كمان فاهمه حاجه. هو في ايه يا عم؟ وانا مش فاهم اي حاجه. في ايه؟ لا مفيش حاجه، ده سوء تفاهم. انت قلت لي انت تبع مين؟ ابو ايمن. ابو ايمن؟ عشان خاطر ابو ايمن والله هعلقك على باب العمار. البنت كانت بتجري والله، وانا جريت وراها. خلاص خلاص يا عم احمد، يا عم احمد، يا عم احمد، يا عم احمد. انت الباشمهندس محمد، انضف راجل عندينا في العماره. يا جماعه معلش، حصل سوء تفاهم. انا كنت قاعده في العربيه، وفي بنت صغيره باللي مسحها العربيه سرقت الشنطه بتاعتي. قلت لعم محمود يطلع يجري وراها، بس هو بيقول لي ان دي مش هي. بس يا ست، انت الكلام ده تروحي تتكلميه عندك. اتكلم معايا كويس. لو سمحت. ماشي. طب انت كنت بتجري صح؟ ايوه كنت بجري عشان اروح لماما بسرعه. بسرعه. يلا مش قدامك، لا مؤاخذه يا باشمهندس، لا مؤاخذه يا باشمهندس. يا جماعه معلش، بس امشي. ماشي خلاص عادي. انا حلو، هو سوق تفاهم بس يا باشمهندس. بس عايز اقول لك على حاجه برضه. في ايه؟ البنت الخدامه اللي عندك حذر منيها. عندنا واحده خدامه. انزل يا عم احمد. عندنا واحده خدامه. خلاص يا عم، خلاص يا عم احمد، جابتها. فتى بتاع الامن عم احمد مش مصدق يتكلم. عم احمد هيموت ويمشي الخدامه هي وبنتها. خلاص يا بابا، خلاص. بقول لكم ايه، انا عايز اروح الملاهي. طب يلا البسوا، يلا هتاخدوني معاكوا؟ طبعا يلا. بس قبل ما البس يا بابا، نعم، البس الاول اهو. يا سلام، يلا خدوا البسوا يلا. يلا اهلا وتمني. انت قلت لي تبع ابو مين؟ ابو ايمن. مين يا عم؟ ابو ايمن اللي ماسك جنبك هنا يا عم. مين ابو ايمن؟ انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. قوم اوقف وانت بتكلمني يا حيوان انت. ثواني. انا لو شفت خلقتك، خلقتك بس معديه من قدام العماره عندينا، ولا طالعه فوق من غير ما تستاذني، هعلقك. ماشي تمام يا عم. وهروح دلوقتي لابو ايمن وهعلقه ان هو كمان. خلاص معلش، حصل سوء تفاهم. لا يا عم محمود، خلاص يا عم، بيجري ورا اي حد وخلاص. دي غلطته يا عم محمود. شنطتي قلت لك فيها قعد الشقه الجديده، وفيها اوراق مهمه و30,000 جنيه. ايه ده؟ في بنت بتجري لسه معديه كده. ثواني يا جدع، انت هتجري ورا اي حد وخلاص. ثواني، هي بنت رفيعه كده تعمل لها مشاكل. ابني بقى يا عم، خلاص بقى تعالى. ما انا هقول لك الشنطه. ايه الاستباحه اللي مش معديه دي؟ ما هو انت عيبك كده يا عم احمد، لما تسحر رايق الناس كلها يجوا يضايقوك.